بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم يا جماعة إن شاء الله النهاردة عن مجموع عدد غير منتهي من حدود متتابعة هندسية. أول حاجة يا جماعة نتكلم فيها في الدرس النهاردة هو القانون. القانون بيقول جيم ما لا نهاية، جيم طبعا احنا عارفين الجيم يعني مجموع. طيب جيم ما لا نهاية يعني مجموع عدد غير منتهي من حدود متتابعة هندسية بيساوي ألف على واحد ناقص ر، بشرط إن ر بتنحصر ما بين واحد وناقص واحد. تمام، يبقى هو ده القانون يا جماعة اللي احنا هنمشي عليه في حل المسائل بتاعتنا. جيم ما لا نهاية بتساوي ألف على واحد ناقص ر، بشرط إن ر بتنحصر ما بين واحد وناقص واحد. ده الشرط المهم والأساسي اللي بيخلينا نشوف إذا كانت المتتابعة دي هتتجمع بعدد غير منتهي أو لا. تمام، طيب تعالوا يا جماعة نشوف أول مثال. بيقول متتابعة هندسية فيها الحد الرابع بيساوي واحد والحد التاسع بيساوي واحد على 243. اوجد المتتابعة واوجد مجموع حدودها الى ما لا نهاية ابتداء من حدها الاول. طيب هو يا جماعة اول حاجة بيقول ايه؟ بيقول ان حدها الرابع بيساوي واحد. طيب حدها الرابع بيساوي واحد، ده معناه ايه؟ مش دي متتابعة هندسية، يبقى ده ايه؟ الف ر تكعيب هتساوي واحد، وهتكون دي هي المعادلة رقم واحد. تمام، طيب كانوا بيقولوا ايه تاني؟ بيقول في المسألة إن الحد التاسع بيساوي واحد على 243. طب الحد التاسع ده عبارة عن إيه؟ طالما المتتابعة دي متتابعة هندسية بقى هتبقى ألف ر أس 8 هيساوي واحد على 243. هل المعادلة فيها أي اختصار تاني؟ لا، هي دي أبسط أشكال شكل للمعادلة. يبقى إحنا كده هنسمي المعادلة دي المعادلة رقم 2. نبتدي كالعادة يا جماعة إن إحنا نحل المعادلتين مع بعض بان احنا نقسم 2 على 1 زي ما احنا متعودين في حل المتتابعات الهندسية. يبقى بقسمة 2 على 1 هنلاقي ان الف ر اس 8 على الف ر اس 3 هتساوي 1 على 243. تمام كده، يبقى احنا هنقسم الف ر اس 8 على الف ر اس 3. تمام، والمفروض ان احنا نقسم ايه؟ 1 على 243 على 1، يعني اكنها 1 على 243. طيب الالف هيروح مع الالف، والر اس 8 على ر اس 3 يبقى ر اس 5 هيساوي 1 على 243. طب انتوا يا جماعه كده المفروض عايزين نوصل ال 243 دي لاي حاجه اس 5 بحيث ان احنا نقدر نجيب منها قيمه الر. طيب نعمل ايه؟ نحاول نجرب مع نفسنا كده على الاله ان ال 243 دي بيساوي ايه اس 5. لما نجربنا هنلاقيها يا جماعه ان هي عباره عن ان 243 عباره عن 3 اس 5، يبقى ر اس 5 هتساوي 1 على 3 اس 5. تمام، يبقى معنى كده ان ر بايه؟ ر بتلت. يبقى احنا كده جبنا اول حاجه من خلال ان احنا حلينا المعادلتين مع بعض. طيب زي ما احنا متعودين هنعمل ايه بعد كده؟ هنعوض في اي معادله علشان نقدر نجيب الالف علشان في الاخر نقدر نجيب المتتابعه. طيب يبقى هنعمل ايه؟ هنعوض في اي معادله، ولتكن مثلا المعادله رقم 1، وهنعوض المعادله رقم 1 هيبقى بالشكل ده، 1 على 27 الف هتساوي 1، ومنها الف هتساوي 27. يبقى احنا كده يا جماعه جبنا الالف وجبنا الره، نقدر بمنتهى السهوله نكتب المتتابعه. المتتابعة عندنا هتبقى إذن المتتابعة هتبدأ بسبعة وعشرين، بعد كده هنقول سبعة وعشرين في تلت يعني تسعة، بعد كده هنقول سبعة وعشرين في واحد على تسعة يعني سبعة وعشرين على تسعة فيها التلاتة، وهكذا. ده طبعا ألف وده ألف ر وده ألف ر تربيع وهكذا. تمام كده. طيب دلوقتي هو عايز مجموع عدد الحدود بتاعها الى ما لا نهايه ابتداء من حدها الاول. طب احنا عندنا شرط، لازم نشوف الشرط ده هيتحقق ولا لا علشان اقدر اجيب المجموع ده. تمام، طيب احنا عندنا الره بكام؟ الره بتلت. طب يا جماعه هي مش التلت دي بتنحصر ما بين الواحد والناقص واحد؟ اه، يبقى معنى كده ما دام التلت او الره بتساوي تلت حققت الشرط، يبقى انا اقدر ايه؟ اجمع المتتابعه دي مجموع لا نهائي. طيب تعالوا بقى نشوف ايه القانون بتاع المجموع اللانهائي.
طيب ده هو ج ما لا نهايه كانت بتساوي الف على واحد ناقص ر، يعني هتساوي 27 على واحد ناقص تلت، يعني 27 على تلتين، يعني هتساوي 81 على الاتنين. يبقى هنا يا جماعه ده مهم جدا، ما دام الشرط اتحقق يبقى انا اقدر اجمعها مجموع لا نهائي. طب سؤال تاني بيقول متتابعة هندسية حدودها موجبة، فإذا كان مجموع حديها التاني والتالت يساوي 4 وحدها الرابع يساوي 3، اوجد هذه المتتابعة واوجد المجموع الحدود إلى ما لا نهائي. طيب يبقى هو أول حاجة قال لنا إيه؟ حدودها موجبة. خدوا بالكم، إذا كان مجموع حديها التاني والتالت بيساوي 4 وحدها الرابع بيساوي 3، أول حاجة وعايزين متتابعة. طب تعالوا نشوف، مش دي متتابعة هندسية؟ أه. يبقى ده أ ر زائد أ ر تربيع هتساوي 4، هناخد أ ر عامل مشترك فيتفضل لي 1 زائد ر هيساوي 4. هل نقدر نختصر دي تاني؟ لا، يبقى هي دي كده المعادلة رقم 1. طيب تاني حاجة قالها لنا إن الحد الرابع بيساوي تلت، الحد الرابع ده يعني إيه؟ يعني أ ر تكعيب هتساوي تلت، ودي كده يا جماعة المعادلة رقم 2. هنبتدي نقسم، بس مش هنقسم بقى زي كل مرة 2 على 1، تمام؟ ليه؟ علشان هيبقى أسهل لنا في الحل، تمام؟ يعني انتوا شوفوا أسهل ان انتوا تقسموا 1 على 2 ولا تقسموا 2 على 1، خلاص؟ على حسب المسألة اللي في ايديكم، بس معظمها بيبقى 2 على 1، خلاص؟ نقسم المعادلة التانية على المعادلة الأولانية. لكن هنا تعالوا بقى نشوف المعادلة، هنقسم هنا بقى ايه؟ 1 على 2. ليه؟ لأن المسألة هتكون أسهل بالشكل ده، وهيبقى سهل منها إن احنا نجيب الر بتاعي. طيب يبقى أ ر 1 زائد ر على أ ر تكعيب هتساوي ايه بقى؟ هتساوي 4 على تلت، صح كده؟ طب مقام المقام يطلع ايه؟ يطلع بسط. يبقى المفروض هتساوي ايه؟ هتساوي ده مقام المقام هيطلع بسط، يبقى 4 في 3 هتساوي 12، تمام كده؟ طيب الالف هنا هتروح مع الالف هنا، تمام كده؟ والر واحده هتروح مع واحده من الثلاثه دول، وهيتفضل لي ر تربيع. يبقى الشكل النهائي يبقى 1 زائد ر على ر تربيع هيساوي 12. نضرب يا جماعة طرفين في وسطين، هتبقى 12 ر تربيع يساوي 1 زائد ر، فبالتالي هيبقى 12 ر تربيع ناقص ر ناقص 1 هيساوي 0. نفتح قوسين يا جماعة ونحلل، ال 12 دي هيبقى 4 ر في 3 ر، احنا حللناها قبل كده، ويبقى هنا 1 في 1 والإشارات يبقى 1 موجب و1 ناقص، تمام؟ طيب يبقى عندي حلين، يا اما 4 زائد 4 ر زائد 1 يساوي 0، ومنها ال ر هتساوي ناقص ربع، تمام؟ يا اما ال 3 ر ناقص 1 هتساوي 0، ومنها ال ر هتساوي تلت. طيب ده مرفوض، ليه؟ لان هو قال لي موجبه، لكن الر ينفع عادي تتجمع عدد ما لا نهائي لانها تنحصر ما بين 1 وناقص 1. طيب لكن هو عشان قال لي موجبه يبقى السالب ده ما ينفعش، خلاص؟ طيب احنا هناخد ايه؟ هناخد الر اللي بتساوي التلت، ونبتدي نعوض في اي واحده من المعادلتين الاسهل لنا نعوض فيها، ولتكن مثلا المعادله رقم 2. هيبقى 1 على 27 ألف يساوي تلت، منها نقدر نجيب الألف هتساوي 9، يبقى احنا عندنا الألف وعندنا الره بتلت، نقدر نجيب المتتابعة. يبقى إذن المتتابعة الهندسية هتساوي أول حاجة 9، بعد كده 9 في تلت يعني 3، وكده 3 في تلت يعني 3 في تلت، أيوة هي المفروض ده ألف ر، بعد كده ألف ر تربيع، بعد كده هتبقى 9 في 1 على 9 هتبقى بواحد،
وهكذا. الألف بتسعة في واحد على ثلاثة تربيع يعني تسعة، واحد على طول يعني واحد على تسعة، يبقى تسعة في تسعة يبقى بواحد، تمام؟ يبقى احنا كده جبنا المتبع الهندسية تسعة وثلاثة وواحد. طيب دلوقتي مش احنا عندنا ان تلت دي بتنحصر ما بين واحد وناقص واحد؟ يبقى اذا يمكن جمعها الى ما لا نهاية، مادام حققت الشرط. يبقى ج ما لا نهاية عبارة عن ايه؟ الف على واحد ناقص ر، الف عندي بتسعة، واحد ناقص تلت، صح كده؟ يبقى بايه؟ بتلتين، يبقى تسعة على تلتين، يبقى هتساوي سبعة وعشرين، سبعة وعشرين على الاتنين، اللي هي بتساوي يعني تلتاشر ونص. هو ده المجموع اللانهائي للمتتابعة الهندسية اللي احنا جبناها. مسألة كمان يا جماعة بتقول مجموع حدود متتابعة هندسية إلى ما لا نهاية يساوي 13.5، وحدها الأول يساوي ضعف مجموع الحدود التالية له إلى ما لا نهاية. أوجد المتتابعة الهندسية. طيب أول حاجة احنا قلنا إيه؟ نشوف يا جماعة مسألة تانية. مجموع حدود متتابعة هندسية إلى ما لا نهاية يساوي 13.5، وحدها الأول يساوي ضعف مجموع الحدود التالية له إلى ما لا نهاية. أوجد المتتابعة الهندسية. طيب أول حاجة يا جماعة نعملها، هو كان بيقول إن المجموع اللانهائي لمتتابعة هندسية عبارة عن 13.5. طب هو مش المجموع اللانهائي ده عبارة عن أ على 1 ناقص ر يساوي 13.5؟ دي عبارة عن 27 على 2، 13 في 2 ب 26 زائد 1 يبقى 27 على 2، وهي دي يا جماعة المعادلة الأولى، لأني ما أقدرش أختصر أكتر من كده. طيب وكان بيقول إيه؟ بيقول إن حدها الأول بيساوي ضعف مجموع الحدود التالية لحد ما لا نهاية، يعني مجموع الحد التاني والتالت وهكذا لحد ما نوصل لما لا نهاية، تمام؟ طيب تعالوا نشوف ممكن نوصل من المعلومة دي لإيه. احنا قلنا الحد الأول بيساوي 2 الحد التاني زائد الحد التالت لحد ما نوصل لما لا نهاية. طيب الحد الأول ده اللي هو ألف، 2 الحد التاني اللي هو ألف ر زائد ألف ر تربيع زائد لحد ما نوصل لما لا نهاية. طب خدوا بالكم يا جماعة، أنا عندي تكة صغيرة دلوقتي. أنا عندي الجزء ده كده يا جماعة مش عبارة عن مجموع ما لا نهاية من متتابعة هندسية. ليه؟ لأن أدي الحدود أهو كلها ورايحة لما لا نهاية، وده مجموع أهو جمع، صح كده؟ طيب يبقى ممكن نعمل إيه؟ نقول بقى المجموع اللي هو الحد الأولاني اللي هو أ ر على 1 ناقص ر، احنا مش هنقول أ لأن الحد الأولاني فيها أ ر، خلاص؟ طيب يبقى 2 في أ ر على 1 ناقص ر، يعني احنا ممكن نعوض بدي بدل بالقانون بتاع الجيم بتاع ما لا نهاية. طيب يبقى المفروض إن أ هنعمل بقى إيه؟ طرفين فاصلتين، يبقى 1 ناقص ر في أ هتساوي 2 أ ر. طيب ممكن نعمل إيه يا جماعة؟ ممكن نقسم على أ، دلوقتي احنا عايزين ر بس. نعمل ايه؟ نقوم مضيعين الالف مع الالف، نقسم عليه، ماشي؟ بالقسمة على الف عشان نجيب الر، وبعد ما نجيب الر نعوض. طيب يبقى 1 ناقص ر هتساوي 2 ر، يبقى 3 ر هتساوي 1، منها ر هتساوي تلت، يبقى احنا كده جبنا الر، تمام؟ بعد ما جبنا الر هنعوض نجيب الالف. هنعوض وليكن في المعادلة رقم 1، هيبقى ألف على 1 ناقص تلت هيساوي 27 على 2، يعني معنى كده إن ألف هيساوي 27 على 2. طبعا ده 2 على 3 يبقى هنضرب فيها، ده كده أكنها إيه؟ أكنها ألف على 2 على 3
يساوي 27 على 2. طب احنا هنضرب طرفين في وسطين يبقى هم في 2 على 3 هتساوي 9. فاحنا كده جبنا الر بتلت والالف بتسعة. نقدر بقى ساعتها نجيب المستوى الهندسية بمنتهى السهولة. الالف عندي بتسعة، بعد كده 9 في تلت بتلاتة، بعد كده 9 في توسع بواحد، وهكذا. يبقى احنا يا جماعة التكاية الوحيدة اللي في المسألة دي ان انا اقدر بعد ما اقول ضعف المجموع لحد ما لا نهاية اعوض عن المجموع ده كله بنفس القانون مع اختلاف الحدود اللي هو الحد الاول فيها الف ر مش الف. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف يا جماعة مثال كمان. اوجد مجموع عدد لا نهائي من حدود المتتابعة الهندسية التي حدها النون يساوي 2 على 3 اس نون ناقص 1 ابتداء من حدها الاول. الحد النوني بتاعها يا جماعة 2 على 3 اس نون ناقص 1، هو عايز المجموع. طيب احنا طبعا زي ما قلنا لما بيجي لي مسألة زي كده بنعمل اول حاجة نون بواحد وباثنين وبتلاتة وهكذا. فبالتالي بيبقى الحد الاول عبارة عن 2 على 3، 1 ناقص 1 يعني بصفر، يعني الحد الاول بواحد. تمام. نشوف يا جماعة الحد التاني 2 على 3 اس 2 ناقص 1 يعني 1 يعني 2 على 3، دي قيمة الحد التاني. تعالوا نشوف الحد التالت هيبقى 2 على 3 اس 3 ناقص 1 يعني تربيع، يعني هتبقى يبقى الحد التالت هيساوي 2 على 3 الكل تربيع، يعني هتساوي كل تربيع هتساوي 4 على 9. تمام كده. يبقى احنا كده جبنا اول حاجة ايه؟ المتتابعة، خلاص، من خلال ان احنا عوضنا في الحد النون. يبقى المتتابعة كده يا جماعة شكلها ايه؟ المتتابعة الهندسية عبارة عن ايه؟ عن 1 2 على 3 4 على 9 وهكذا. طيب احنا قلنا الر هنا بكام؟ ب 2 على 3 صح؟ طيب يبقى احنا بنجيب الر هنا ليه دلوقتي؟ علشان نشوف هي مطابقة للشروط ولا لا، عشان لو كده نقدر نجيب لها مجموع لا نهائي. طب 2 على 3 دي مش مطابقة للشروط اللي هو 1 وناقص 1؟ اه، ما دام هي منحصرة ما بين ده وده يبقى تمام. لكن لو 4 على 3 لا، ما مش مطابقة للشروط، غير مطابقة للشرط. تمام كده. لان ايه؟ 1 وكسر، هتبقى 1 وكسر. تمام كده. لكن 2 على 3 مطابقة ما بين 1 وناقص 1، يبقى كده معنى كده ان انا اقدر اجمع المتبعة بتاعتها المتبعة الهندسية بشكل لا نهائي. ازاي؟ بالقانون بتاعنا الف على 1 ناقص ر، احنا قلنا الف بواحد على 1 ناقص ر اللي هي دولتين هتساوي 3. تمام. طيب هنشوف يا جماعة أسئلة تقدروا إن شاء الله تحلوها وتبعتولنا الإجابات على الموقع بتاعنا علشان نقدر نتواصل مع بعض. السؤال الأول يا جماعة بتقول متتابعة هندسية مجموع حديها التاني والتالت يساوي 20 ومجموع حدودها التلاتة الأولى يساوي 65، بين أن هناك متتابعتين وأن إحداهما يمكن جمعها إلى ما لا نهاية وأوجد هذا المجموع. يبقى يا جماعة خدوا بالكم، في السؤال الأول يبقى عندنا متتابعتين، واحدة نقدر نجمعها إلى ما لا نهاية. تمام. طيب متتابعة هندسية لا نهائية حدها التاني يساوي 2 على 3 ومجموعها يساوي 8 على 3، أوجد المتتابعة ثم أوجد رتبة الحد الذي يساوي 1 على